السلام عليكم. اليوم نتكلم على ملعب عنابة، وكان فيه بعض الناس اللي سقساوني على كيفية وضع العشب الهجين. وشنو هو العشب الهجين؟ العشب الهجين هو خليط ميلانج بين العشب الطبيعي والعشب سينتيتيك، العشب الاصطناعي او الغازون سينتيتيك او الطارتون. ويوضع في اول مره في الاول يزرع العشب الطبيعي، ثم فوق الزرع نتاع العشب الطبيعي يوضع البساط نتاع العشب سينتيتيك هذا. وهذا العشب سينتيتيك طارتون فيه فراغات، ماهوش متكوك، يعني متكوك مليح، فيه فراغات كينوض العشب الطبيعي ينوض في الفراغات هادوك نتاع العشب سينتيتيك. وفي النتيجة عندما يكبر العشب الطبيعي يتم يطنديوه، يقطعوه على العلو نتاع العشب السينتيتيك. ما لازمش العشب الطبيعي يديباسي العشب السينتيتيك ويولي الخليط. كي تعود تشوفه تلقى حشيشة عشب طبيعي وحشيشة عشب سينتيتيك، يسمى مخلط، يولي خليط. وهي في الحقيقة هذه التقنية تاع العشب الجهادية، تاع العشب الهجين الخليط بين السينتيتيك والطبيعي، هذه تقنية جديدة اخترعت هذه عامين أو 3 سنوات في بريطانيا. في الحقيقة العشب هذا الهجين هو مكلف كثيرا، الصيانة تاعو صعيبة. علاش؟ لأنه عندما إلى خسر الغازون طابع ناتورال كما راه صاير في بلادنا، العشب الطبيعي فيه صفرار وفيه ما ينوضش مليح وفيه مشاكل، الصيانة تاعو باش يغيروه صعيب. لأنه باش تغير العشب الطبيعي يعني اللي تخسر لازم تنحي العشب الهجين، وهذا مكلف، لازم تعاود تنحي العشب الهجين هذا، يسمى تولي صيانة دوبل. وهي في الحقيقة في الملاعب في الأوروبية اللي قال العشب الطبيعي جيد، مش قضية اخضرار، العشب الطبيعي جيد. هو العشب الهجين هذا يزيدوا له غازون سينتيتيك بور لو فيكسي، باش الغازون ما يتنحاش، لان فيه في اوروبا فيه الامطار كثيره، وبعض الاحيان الغازون ناتورال يتنحى، وفي بعض الاحيان الطاسة يهبط وتكون كثرة الامطار ليبيسور نتاع الغازون تتغير تحت الضغط نتاع اللاعب كامل تتخسر. وكي يكون العشب الهجين مخلط ليبيسور تاع الغازون تبقى توجور كيف كيف، لان الغازون سينتيتيك هو اللي يحمي الغازون ناتورال، حمايه له. و سي اون مانيير دو لو فيكسي، باش الغازون يتفيكسا ما يتنحاش ما يتقلعش كي يضربوا كرة القدم ولا يكون فيها امور. نشوفوا دي فوا مرات الغازون يتقعد يتنحى كاملا. إذن بحماية الغازون وحماية على كونسيستانس تاع الغازون، يبقى توجور كثافة تاع العشب تبقى توجور كيف كيف، والسمك ديالو يبقى توجور كيف كيف. هذا هو الهدف نتاع العشب الهجين هذا، مش قضية باش يولي أخضر. وحنا وهما عندهم في أوروبا ما عندهمش مشكل تاع الصيانة، لأنه الغازون الطبيعي ما حاش يغيروه، يبقى توجور أخضر، ما فيش كثير يعني اتلاف للعشب الطبيعي. اما احنا عندنا الى اتلف العشب الطبيعي كما راه صاير في الملاعب الجديده هذه، سوف يكلفونا اعاده حتى العشب الهجين، لازم تنحيه باش تنحي العشب الطبيعي ولا تغير الزرع هذاك. فيه يعني الصيانه تاعو مكلفه جدا ولا يلائم يعني المناخ نتاعنا، وعلى المستوى تاع التقنيات نتاع لي كومبيتونس تاعنا اللي عندنا هذا في الموجود حاضر. لازم نتحكم اولا في زراعه العشب الطبيعي بطريقه جيده. عندما نكون نتحكم مليح في زراعه العشب الطبيعي والحفاظ عليه لمده طويله، ممكن نزيد نجلب العشب الهجين هذايا. اما الان في الوقت الراهن احنا عشب طبيعي وحده حاصلين فيه، نزيدو نخلطوا له العشب الهجين تولي مشكله كبيره. اذا انا نقول لهم للمسؤولين هادو غير يخطيهم من العشب هذا الهجين هذايا، يتحكموا دابور اولا في العشب الطبيعي، يحافظوا عليه ويتعلموا يديروا الصيانه تاعو.
ولونتريتيان وكذا. ومن بعد للحديث باقيه تولي نولي امور واحده اخرى. نكتفي بهذا القدر والسلام عليكم.